طبعا ان جراحات السمنه زي التكميم، التحويل، تحويل مسار الاثنى عشر اساسي، ايفن حتى جراحات الشفط اللي هي الجراحات الموضعيه التي تهدف الى نحت الجسد وتنسيق القوام، هي كلها جراحات الهدف منها التخلص من الدهون الزائده والتخلص برضو من السمنه المفرطه. السمنه المفرطه لا شك ان هي بتحبس الانسان جواها مرضيا ونفسيا، ويمكن حتى بتعزله عن المجتمع تماما زي حضرتك ما قلتي في الدراسه السابقه. جراحات السمنه لما بتخلص الانسان من السمنه المفرطه كمان بتخلصه من الامراض المصاحبه زي السكر، زي الضغط، زي المشاكل اللي هي اللي تتعلق بامراض الكبد الدهنيه، زي يمكن مشاكل قد تكون بسبب الاكتئاب المسبب بالسمنه، تاخر سن الانجاب، صعوبه الانجاب نفسها او تاخرها بسبب السمنه المفرطه. كل دي حاجات بتنعكس مره تانية بعد نزول الوزن بعمليات السمنه المفرطه. الحقيقه طبعا ان عمليات السمنه المفرطه زي التكميم والتحويل والعمليات السابق اللي احنا قلناها، هي دي عمليات بتنزل وزن في وقت قصير بصوره محسوبه، مش زي نظام الدايت.